ومن جهة أخرى أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية موقف رومانيا والتشيك والمجر الذي حال دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يدين نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. واعتبرت الوزارة أن هذا الموقف من الدول الثلاثة يتناقض تماما مع سياسة الاتحاد الأوروبي ومواقفه وبياناته السابقة، ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.